أنا أتساءل من له الحق في تنظيم كأس أمم إفريقيا اليوم غير المغرب؟ من له هذه القوة بالبنية التحتية؟ ومن اجتهد في هذه السنوات الأخيرة وأعد ملفا متكاملا ليس فيه فقط الملاعب؟ شكون هو البلد اللي خدم في الرياضة وخاصة كرة القدم؟ هذه راه مرحلة أنا كيقولوا لي التنافس مع الجزائر، الجزائر هو بلد جار له مستوى على مختلف في مختلف المجالات، وفي كرة القدم على هذا الجار أن يعلم على أن المغرب تحول إلى قبلة في إفريقيا في ظرف 15 شهر أو 16 شهر الأخير. المغرب قدم واحد العدد ديال التظاهرات، والمغرب أنقذ الفيفا بتنظيم كأس العالم للأندية 40 يوم قبل من المواعيد ديالها، وكسب الرهان. المغرب نظم دوري أفضل إفريقيا للسيدات وفاز به الجيش الملكي. المغرب نظم كأس أمم إفريقيا للسيدات وكان وصيف. المغرب شارك في كأس العالم واحد العدد ديال الأمور كلها. المغرب موازاة مع هذا هي استراتيجية كيشرف عليها رئيس الجامعة الملكية المغربية منذ 2014 في تحول الجديد، ولكن تحت الإشراف ديال جلالة الملك والدعم المشروف ديال جلالة الملك محمد السادس. أشنو اللي واقع؟ الرهان أن منذ الرجوع إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي بقرار سامي من جلالة الملك محمد السادس الله ينصره، رجعنا إلى الاتحاد الإفريقي وقال رجعنا لبيتنا. من هذه الفترة هذه شفنا أشنو اللي وقع. المغرب وجلالة الملك تحول إلى محامي إفريقيا، وحتى في فترة الكوفيد شفنا أشنو اللي دار الأشقاء ديالنا وكيف تحول المغرب من زبون كيشتري الجرعات ديال البقسة إلى 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 مكان إلى بلد كيصنع هذا الشيء كله. هذا كيجي في القرارات السيادية ديال جلالة الملك وديال المغرب ككل. ما ننساوش على أن المغرب الذي سينظم اليوم كأس أمم إفريقيا في 2025 هو البلد الإفريقي الذي بلغ نصف النهائي في كأس العالم. الجزائر استعملت مجموعة ديال المناورات الله يسمح لهم، كان غادي يتعلم على البلد في 10 فبراير السابق، قالوا لا. كان غادي يتعلم ثاني في كأس العالم للأندية، قالوا لا. الانسحاب ماشي جديد، خير الدين زطشي اعتذر خير الدين زطشي اللي كان رئيس ديال الاتحاد ديال الجزائر يعني سحب الترشيح ديالو الوقت اللي كان التنافس. من 2014 للان المغرب عنده رئيس واحد سير كاع المجالات. الجزائر خمسه ديال الرؤساء، وباش نضحكك شويه اخر رئيس الاخير هو وليد صابي. وانا اعتقد على ان الجزائريين الان في الجماعه ديالهم اللي اسندوا رئاسة الاتحاد الافريقي الى وليد صادي، ربما امنوا بان المغرب نجح مع وليد الركراكي وما اختاروا ان يديروا وليد صادي وهاد راه ما يمكنش. المغرب الان كيصعب لتطوير البنية التحتية وتطوير الشبكة الطرقية وتطوير الحياة في المغرب كل المجالات ديالها. وجلالة الملك في كل الخطب ديالو كيمد يديه وفي كل خطب تيقول على ان ما بغيناش فقط المغرب يتطور، بغينا المغرب يتطور ويجر معه ايضا التطور ديال افريقيا. هذه الفلسفه. المغرب راه سبق له نظم 1988 ولكن راه كان غير نابع على زومبيا لان ما قدرتش. المغرب تقدم باش ينظم ايضا 2002 ولكن عيسى حياته كان محاصر وكان زعزعوا شويه رئيس الاتحاد المصري انذاك، تا هو بغى يترشح
المغرب طلب عيسى حياته الله يشافيه، طلب من المغرب قال لي اسحب الترشيح ديالك 2002. المغرب خدا 2015 عن جداره واستحقاق باش غادي ينظم، قال لهم غادي ناجلوا التاريخ ديال 2000 ديال هذيك الدوره ديال 2015 اللي كانت ايبولا، لان المغرب كان كيخاف وكانوا كانوا ما توفاش 5000 ديال الناس. عيسى حياته ومن معه وجماعه عيسى ايضا انذاك راهنات على ان قالوا كاين عندنا تعاقدات مع الاشهار ومع التلفزيون باش ننظموا في هذاك الوقت. المغرب قال لهم اجلوا. الكاف سلط العقوبات على المغرب، بغى يحرمه ما يشارك شايف 2017 و2019، وسلط عليه عقوبه ماليه فيها تقريبا 8 دولار واكثر ديال الاضرار. المغرب هنا فاش بدا شويه المغرب بدا كيهز شويه معاهم، قال لهم شنو كاين؟ مشى للطاس محكمه التحكيم الرياضي الطاس وضربوا دوك القرارات ورجع المغرب. الان القوه ديالته فين؟ في الجديه ديال السفوزي القجعوي من معاه. المغرب الان جلاله الملك ديال الانفتاح، المغرب غادي تيمي، المغرب الان من 1962 رجع باش ينافس في المنافسات ديال افريقيا، لان حنا راه شاركنا في كاس العالم قبل ما نشاركوا في كاس افريقيا، شاركنا في 1970 عاد جينا نشاركوا في 1972 ديال الكاميرون. علاش؟ لان جلاله الملك فور الحسن الثاني كان تيشوف نشوفوا العالميه حنا، ولكن الان نحن في افريقيا، وللمرور الى الالعاب الاولمبيه ولا كاس العالم وكل التدورات علينا ان نمر عبر افريقيا. هذا هو المغرب الجميل والرائع. اليوم وحنا كنعيشوا هذا العزاء وكنعيشوا هذا الالم ديال الناس اللي غادرونا، كنعيشوا ايضا العيد المولد النبوي الشريف، وكنعيشوا في هذه المناسبه ايضا التاهل وكسب هذا الشرف ديال تنظيم كاس امم افريقيا ديال 2025. هذه اشياء كلها كيعيشها المغرب. بالامس القريب راه شلنا كل شيء كان كيهنينا على البلوغ ديال نصف النهائي، من بعد كل شيء كيعزينا وتيوقف معنا. هذا هو المغرب الجميل.